Bienvenue dans la chambre. كاين انشطه للوليدات الصغار، كاين انشطه للكبار، كاين ما يتشاف في تاريخ الفرس المغربي، في تاريخ القوات المسلحه الملكيه المغربيه، في كل ما يتعلق بالفرس والخياله. الناس اللي مسؤولين على هذا المعرض بان قايمين بالواجب ديالهم، لا من الامن ولا من الحراسه الخاصه. وكيعجبنا الخيل، حنا كنعشقوا الخيل، ما كرهناش زعما يكون كل شهر ماشي مرة في العام. هذا المعرض ديما تيشكل واحد النقطة ديال وقفة تأمل ما بين تاريخ البلد، حاضر البلد، ومستقبل البلد من خلال الفرس. سيتي لا بروميير فوا، الصراحة عجبني الحال. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي صراحة كنت كنشوفهم غير في التلفازة، وفرحانة حيت جيت لي وشفتو.